أحسن الله إليكم. سائل آخر كتب عن زواج المسيار، ما رأيكم فيه وفي الشريعة الإسلامية؟ لا ننصح به لأنه لا تترتب عليه مصالح الزواج الشرعي، وإنما هو مجرد قضاء شهوة، ولا يكون له سيطرة على زوجته، ولا تسكن معه في بيته، ولا إذا حصل أولاد يكونون بعيدين عنه وعن رقابته، فلا تحصل به مقاصد الزواج، فلا ننصح به. نعم.